تقارير إعلامية أردنية عن عودة الهدوء إلى أم البساتين في منطقة ناعور بعد تعامل قوات الأمن مع أعمال شغب وإطلاق نار. وفي السياق نفسه أكدت مصادر للشرق أن أعمال شغب تجري من قبل أنصار النائب أسامة العجارمة والأجهزة الأمنية في منطقة ناعور أم البساتين جنوب غربي العاصمة الأردنية عمان. الأمن العام الأردني أكد أنه يتم التعامل مع أعمال شغب وإطلاق نار وسط تواجد أمني كثيف في محيط منطقة ناعور لمنع أي تجاوز للقانون، مؤكدا أنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول الوصول إلى مكان التجمع غير القانوني. سبقت تحركات أعلان مجلس النواب الأردني فصل النائب أسامة العجارمة على خلفية تصريحاته التي اعتبرت مسيئة بحق المجلس والنظام الداخلي. مجلس النواب الأردني اتخذ قراره أثناء جلسة طارئة للنظر في مذكرة نيابية متعلقة بتداعيات ما صدر عن النائب أسامة العجارمة المجمدة عضويته. وكان العجارمة قد شتم البرلمان ونظامه الداخلي بكلمة نابية، ما أدى إلى غضب النواب ودفع رئيس المجلس لإحالته إلى اللجنة القانونية. والفصل جاء استنادا إلى المادة 160 المستمدة من المادة 90 من الدستور الأردني. كل نائب يسيء بالقول أو الفعل أو بإشهار السلاح بمجلس النواب يطبق عليه القانون. من جانبه أكد مجلس الوزراء الأردني في بيان أن الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض. واستعرض المجلس المواجهات التي جرت بين قوات الأمن العام ومجموعة من أنصار النائب أسامة العجارمة. وللمزيد تنضم إلينا من الأردن مراسلة الشرق دانيا المعايطة. أهلا بك دانيا. دانيا، بداية صفي لنا ما الذي حدث بالفعل في لواء ناعور جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان، وأيضا كيف تعامل الأمن الأردني مع الأمر؟ نعم، أهلا بك رشا. يعني الآن هنالك هدوء نسبي في المنطقة وفي أرجاء المنطقة. الأجهزة الأمنية تتواجد بشكل كثيف على مداخل ومخارج لواء ناعور لحماية المواطنين وأيضا منع دخول أي شخص من خارج المنطقة للدخول المنطقة. يعني بداية الحادثة كانت ابتداء من يوم أمس، كان هنالك اشتباكات بين الأجهزة الأمنية وأنصار النائب أسامة العجارمة، وأدى ذلك أيضا إلى إصابة 4 من الأجهزة الأمنية، ولكن إصابتهم كانت خفيفة. اليوم استمرت هذه الاشتباكات وكان هنالك إطلاق للأعيرة النارية، وأيضا كان هنالك غاز مسيل للدموع لتفرقة يعني المجموعات الأشخاص المناصرة للنائب أسامة العجارمة. ما حدث ذلك كله كان سببه نية أنصار النائب أسامة العجارمة بوجود اليوم تجمع يعني التحشيد او مناصره النائب رشا، ولكن يعني الاجهزه الامنيه وايضا وزاره الداخليه تحديدا قالت بانه لن يسمح بوجود اي تجمع، وذلك بسبب الوضع الوبائي التي تمر به البلاد، وحسب قانون الدفاع رشا يمنع وجود التجمعات او وجود المجموعات الكبيره، وهذا يعني ما اثار غضب مناصري النائب اسامه العجارمه. وما زاد الامر اليوم قرار مجلس النواب بفصل النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب، حيث صوت 108 نواب من اصل 119 نائب على فصل يعني النائب. لذلك يعني كان هذا السبب في تأزيم يعني الحدث اليوم رشا، ونحن ما زلنا متواجدون الان يعني بالقرب من المنطقه لرصد ماذا يحدث، ولكن كما تحدثت لك في بدايه يعني في بدايه النشره انه يعني هدوء نسبي في المنطقه، ولكن الاجهزه الامنيه ما زالت متواجده، هي تحذرنا وتحذر الجميع من عدم الاقتراب اكثر الى الداخل خوفا يعني طبعا على سلامه المواطنين. وايضا الليل بدا رشا، ويعني عندما يبدا الليل هنالك يكون عدم وضوح بماهيه الاشخاص، اشكالهم، من هم، فلذلك تختلط الامور بين الاجهزه الامنيه وبين المواطنين، لذلك فضلوا يعني البقاء بعيدين قدر المستطاع وبحمايه الدرك الصحفيين وكافه المواطنين، يعني هم الآن بحماية الدرك رشا.
نعم دانيا، طب تحدثت عن فصل النائب أسامة العجارمة، ماذا سيترتب عليه قانونيا بعد فصله الكامل من مجلس النواب على خلفية الإساءة المرتكبة بحق المجلس طبعا من قبل نائب؟ نعم، يعني بحسب الدستور رشا وبحسب القانون يستطيع مجلس النواب بتصويت الأغلبية على قرار فصل أي نائب في البرلمان، وبعد أن صوت النواب بالأغلبية العظمى على فصل النائب من خلال مذكرة نيابية تم فصله. الآن يعني يأتي النائب الذي بعده تماما في نسب التصويت وفي عدد الأصوات ليحل محله، وهذا هو الإجراء. ماذا سيحدث من إجراءات قانونية ومن إجراءات يعني متبعة بحق النائب؟ هذا الأمر يتعلق بالأجهزة الأمنية، هذا الأمر يعني بعد أن أصبح اليوم هو ليس نائبا، هو كان نائب والآن هو فصل من يعني عضو النواب، لذلك يستطيع المجلس النواب المشي بالإجراءات القانونية. وما يحدث يعني رشا الآن هو تحشيد من قبل النائب، هنالك ما زالوا متواجدون أنصار النائب في المكان الذي يسمى ديوان عشائر العجارمة داخل المنطقة. نعم. يعني هنالك حشد واضح من قبل النائب لوجود أكبر عدد من مؤازري ومن مناصري، ونحن كما تحدثت لك رشا في انتظار، هنالك حالة رشا من التوتر، يعني حتى نحن الآن متواجدون نشاهد الدرك. نعم. يذهب ويأتي ويذهب ويأتي، هنالك حالة واضحة من التوتر. نحن لا نعلم في الساعات القادمة ماذا سيحدث، ولكن بكل طبعا أصلا دانيا سنبقى أول بأول بكافة التفاصيل طبعا في أي جديد. مراسلتنا دانيا المعيطة، كنت معنا من منطقة لواء نعور جنوب العاصمة عمان، شكرا جزيلا لك.